سيدنا محمد في الأولين والآخرين. ورجى الله تعالى أن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جل الأحوال والآفات وتقدرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وأجرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت اللهم مغفرة بعد الموت. اللهم أعنا علينا في سخاء الموت والنجاة من النار وعافنا لشهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعفو عنا يا كريم الذين تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. جلن جدي سبحان تقبل الله.